سنتين اهو مستنيين حد يجي يهد البيت ويسلم لنا شققنا، مفيش حد جاد يعقرنا ولا حد بيجي ولا حد بيروح. كل اللي بيعملوه قاطعين قاطعين الوساطة الحمراء. ده شغل بقى في الحي، ده شغل حي. احنا لما دوت الحي بيعاند هنا ومش راضي يطلعنا. ليه؟ لان احنا معناش فلوس اللي هندفع. الناس دي كل يوم والتاني عارف بتجي عليهم، وديك شايف عارف بتجي عليهم. هم لازم برضه محل برضه. بص احنا ما معناش جواب، احنا واخدين عقود بس. يا صاحبي هشغل شقه مؤبدا، حاطين عيد هناك عيشة في الشغل. ما انت جايبني لبغداد مطلعني من النار منزلني البركان، يعني كان عندي النار احسن بتاعتي عايش فيها برضه. لما انت جبتني البركان جهنم وحطيتني فيها، ولا في اكل ولا في شرب، عشان السنتر تروح تجيب عيش الرغيف قد القرصه بربع جنيه. عاجبك عاجبك مش عاجبك خلاص. مواصلات قد ايه؟ خليه يحكي لك التوب. تركب لا 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 9 ونص. تجيب منين الاول؟ 9 ونص رايح و9 ونص جاي. ادي حالهم 3 ونص من هنا للعاشر، ومن العاشر لبدر 3 ونص 7 جنيه، و2 جنيه ونص العربيه اللي بتدخلك على الجنيه. قول لي اشتغلت انا 20 جنيه رايح جاي. يعني انت المفروض كنت خدت شقه هناك. المفروض ما خدتش. ما خدتش. ما خدتش برضه. واللي خد باع. اللي خد كله باع. ثلاث ارباعهم دول عشان كله. ثلاث ارباعهم باع. خش اتفضل كده.